أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم استمرار المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية. وقال الملك سلمان في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن السعودية تسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته وصف فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني كلمة سمو أمير البلاد خلال القمة الخليجية في الرياض بالمعبرة. التكامل الخليجي ووحدة الصف ومواجهة التحديات الخارجية والتهديدات التي تحيط بالكيان الخليجي، تلك كانت أبرز المحاور التي تضمنتها كلمات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم 39 التي أقيمت اليوم في العاصمة الرياض. رئيس الدورة الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكد في كلمة الافتتاحية على ضرورة وحدة الصف لمواجهة الخطر الخارجي والتهديدات التي تحيط بالمنطقة وضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس، وهم ثروتنا الأساسية، وهم وبهم تتحقق الرؤية والآمال وبهم تحقق الرؤى والآمال، وواثق أننا جميعا حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر المستقبل. لقد حفظ الله عز وجل دولنا بثروات بشرية وطبيعية وعزت دورها الحضاري في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة. صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان أشاد بكلمة ارتجالية خلال الافتتاح بمضامين كلمة سمو أمير البلاد رعاه الله واصفا إياها بالمعبرة وعلى الجميع الاقتداء بها. كما استمعنا إلى كلمة صاحب السمو الشيخ صباح وهي كلمة معبرة وكلمة يقتدى بها في عملنا كمجلس تعاون، نرجو أن تكون هذه المعاني كلها تجسد إلى واقع، وأن يحمي ربنا هذا المجلس ويوفق دائما إن شاء الله بكل خير، وشكرا لكم جميعا. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد رعاه الله وحكمته واهتمامه بمسيرة العمل الخليجي المشترك. ويشرفني أيضا أن أتوجه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يحفظكم الله، بخالص التقدير والعرفان على ما تميزت به رئاسة سموكم الكريمة للدورة 38 للمجلس الأعلى، من حكمة بالغة وحرص كبير واهتمام واضح بمسيرة العمل الخليجي المشترك. أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا خلال كلماتهم الحرص على وحدة الصف الخليجي في مواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل الوصول إلى تطلعات وطموحات المواطن الخليجي. سعود العازمي، موفد تلفزيون دولة الكويت، الرياض.